عارف انا كتير مضغوط اليوم بالشغل. رح خبرك بسرعه، سعيد اخذ داي اوف، يعني رح نكون سوا ونحكي شوي. فينا رح نحكي شوي تفاصيل اكثر كمان. فينا وعم فكر بلا ما نحكي، شو رايك اخت فيك ونفل؟ يا ريت. لا لا، بعد في بس 15 سنه للاجتماع، ما كان بدك شيء من المكتب؟ انت دايما نقطشي لي الاوقات الحلوه. ما معقول انت عن جد هبلة؟ ليك اسمعيني منيح، اليوم رح تجي لعند الساعة 5، على 5 بيل بدي اياكي عندي، كومبري؟ كومبري، تخلي الشغل يعني. ولا مش يعني بس تخلصي شغل، أنا قلت 5 يعني 5، وبتجاوبيني حاضر مدام نورما. حاضر مدام نورما. شدي براغي تمي، قولي يا مضبوط. ناطرة. حاضر مدام نورما. برافو. وقولي لخليل ما يلتهي كتير ويجي بكير على البيت. بتعرفي شو؟ إذا بتجوا سوا بيكون أحسن كمان. أوكي. أوكي. رحت على مكتبها عم بعطيها ملاحظاتي على الريسيرش اللي عملتهم، لأنه كله غلط بغلط. بتعرف شو عملت؟ بدل ما تعتذر وتقلي هلأ بصلحهم، راحت كبت علي المي. وبدك أكتر من هيك؟ مثل الخوطة إجت بدها تنط علي لو مع عماد إجا هديها. عم تحكي عن ميا؟ الاسيستنت تبعي؟ ما انتم ما بتخلوا حدا يحكي عليها، بس هيدا وجهها الحقيقي للصراحة يعني. وانت شو قلتي له؟ قالت له شو انت ما عندك اهل؟ ما عندك ام وبي ربوكي؟ هيك قالت له. انت معك خبر شو صاير مع مية بحياتها الشخصية؟ لا لا. وعلى اي اساس حكيتي هالحكي؟ نحن من ايمتى مجرح بالناس لميس؟ بيا لمية تركن من زمان وهي حملت هموم العيلة لوحدها، أمها وخيها. طيب أنا كيف بدي أعرف كل هيدا الشيء؟ خلص طلعوا من تمي هيك الحكيات بلا ما أفكر. إيه ما لازم تخليهم يطلعوا من تمك أساسا. لكن لميس، نحن بنشتغل بالشركة based on respect، وهذا الشيء بتعرفيه. أوكي، ما رح يتكرر هيدا الشيء، وعد. انت بتعرفي كتير منيح لميس انه نحن عاملين لك قيمه بالشركه لانك شاطره وعقده بالدومين تبعك، صح؟ مزبوط. وانا كمان عملت افور كتير كبير لتربحوني بهالشركه. اكيد ما عم بربحكم جميله، بس الحرب اللي عملته مع بارتيلي لتربحوني انتو ما كان هين علي ابدا. شو رجعوا؟ ما بعرف، ما عم بسمع شيء. انا خليني اسمع. ما فيك تسمع انت، بلشك على حركه بس شاطره كثير. اوكي بوعدكم. اوكي، بالاول بدك تعتذري من مية وبعدين بننهي الموضوع. كيف؟ أنا بدك ياني أعتذر من هالبنت؟ لميس نسيتي وعدك؟ طيب بعتذر، بعتذر يا عمي. ما قلت لك يا وفاء عيب؟ عيب يا وفاء عيب. قلت لك أنا. يلا على مكتبك، يلا. أنا بمكتبك. ما تخافونك كنا وقعنا. لميس عن جد أنا بدي أعتذر منك عن كل شيء صدر مني هديك المرة، أنا ما كان بقصدي، أنا حسب. أعتذر. خليني ما عليك كمل جملتي على الأخير. نعم شو قلتي؟ مثل ما سمعتي. ما سمعت. ما رح عيدها. ما عم صدق. كان معك حق تعملي كل شيء عملتي بعد اللي قلت لك اياه. أنا الحق علي. ويلكم باك لميس.